السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نعمل ايشو تمبليت نشتغل عليها، اجي هنا في البروجكت ادمن واقول له انا عايز الايشو. هتلاقي هنا الفيلد بروسيسز وفيها القوائم بتاعتنا، وكل واحدة منهم هتلاقيهم موجودين هنا. تقدر تعمل اب او داون، هتلاقيهم موجودين هنا. ده الستاندرد بروبرتيز، تقدر تعمل تشيك او ان تشيك على الحاجات تظهر او متظهرش في الحاجات بتاعتنا. وفي حاجة بتبقى requirement ما ينفعش يتقبل من غير ما تتكتب، ده ال custom properties، ده ال root، وبعد كده ال template. لو أنا عايز أبدأ أعمل import هقول له import. ممكن أعملهم manual، أبدأ أكتب ال name وال project وال tag، أو from file أقول له choose file وأبدأ أختار الملف بتاعي. هاجي أختار الملف دوت issue template sample واقول له اوبن واقول له ستارت امبورت. تمام، هما موجودين قبل كده فعشان كده ما اعملهمش تاني. طيب اقدر اجي هنا برضو في التمبليت اقول له انا عايز اضيف، فيبدأ يقول لي اكتب الديسكريبشن بتاعك، اكتب الكومباني، السبيس ريفرنس، السبيس ريفرنس، الايشو تايب، الكوست تبقى قد ايه، الكوانتيتي، الماستر فورمات اي دي، الفول ديسكريبشن، التاج، وهكذا. واقول له اد ايشو في تمبليت، فيبدا يضيفولي هنا بالشكل دوت، ويقول لي التايب بتاعه ايه، والسبيكس ريفرنس ايه، واللينك لو في اي لينكات موجوده. ولو جيت هنا هتلاقي الايشو موجوده بالشكل دوت. فلما تروح للمشروع وتبدا تشتغل عليه هتلاقي خلاص هو اداك الايشو دي تقدر تضيفها عندك. الايشو ده هنا الفلاتر، لو انت عايز تشوف ده ايه اللي انت محتاجها. اجي هنا اقول له اد نيو ايشو، فبيسألني نوع الايشو اللي انت عايزها ايه، فانا هختار ايشو. وبعد كده الايشو اي دي، تبدأ تكتب الاي دي بتاع الايشو ديت، الديسكريبشن، الروت، الكومباني، وهكذا، السبيسيفيكيشن، الكوانتيتي، الماستر فورمات. تبدأ تملى المعلومات ديت، ولو في اي فايل عايز تضيفه او اي صور عايز تضيفها، اي لينكات، اي حاجة متاخدة بالكاميرا تقدر تضيفها للمشكلة ديت عشان توضح لهم مدى خطورة المشكلة او ايه الموجود في المشكلة ديت.